يا سيدتي، فعلا الآن الشعبان اللبناني والفلسطيني بيسطروا ملاحم كبيرة جدا في التاريخ، تاريخ المنطقة وتاريخ العالم. يعني اللي حصل امبارح هي انه المقاومة تقصف اللي هي مدينة صفد على بعد 25 كيلومتر من الحدود اللبنانية، ان تقصفها لأول مرة منذ بدء الصراع في غزة، تقصفها بصواريخ فلسطينية دقيقة. هذا لم وتصيب أهدافها وتصيب قاعدة عسكرية إسرائيلية. يا سيدتي، هذه العشر صواريخ اللي فشلت القمم الحديدية في اعتراضها وانطلقت من جنوب لبنان، هذه عملت حالة جزعرينا في أوساط الإسرائيليين والأمريكان والغرب، حتى البعض العرب أيضا، لأنه ما كانوا يتوقعوا انه يعني حزب الله يضع كل ثقته او كل ثقله في هذه الحرب، وخاصه ان هذه الصواريخ اللي قتلت مجنده واصابت ثمانيه اخرين واعتقد انه يعني حالتهم خطيره جدا. نعم، يعني انه ان يتزامن هذا في الوقت اللي بتهدد فيه اسرائيل باجتياح قطاع غزه، باجتياح مدينه رفح على وجه التحديد، والعالم كله يحذرها ولا ويولولوا لا ما تقتحميش، بصير مجازر بصير كوارث، لكن بعد ما سقطت هذه الصواريخ على صفد، وصفد مدينه كبرى في دوله الاحتلال صحيح. بالمناسبه، يعني بعد ما سقطت سكتوا، بطلوا يحكوا على اجتياح مدينه رفح، لانهم عارفين هذا انذار لهم، اذا بتجتاحوا مدينه رفح هذه الحاله احنا سنرد. وهي عشر صواريخ مجرد بس عربون صغير هيك، يعني مقدمة صغيرة، يعني هذه فاتح شهية، رسالة رسالة تحذير مما قد يوسع الأمر. طيب بس هون فينا نقول يعني تحولت مشاركة حزب الله من مساندة لغزة إلى مشاركة مباشرة؟ نعم، الآن يعني حزب الله وضع كل ثقله في الحرب. في الأول كانت مناوشات، كانت حرب استنزاف، كانت صواريخ كاتيوشا بعدها قصير، يعني مش يعني 5 ميل أو 6 ميل، لكن الآن لا، الآن هاي زي ما تفضلتي ست ناتالي، هذه رسالة قوية جدا، رسالة لأمريكا، رسالة لإسرائيل، رسالة للعرب المستسلمين أيضا، إنه إحنا بنحذركم تجتاحوا مدينة رفح، ترتكبوا حرب إبادة، حرب تطهير عرقي، إحنا كمان جاهزين. السيد حسن نصر الله في خطابه اللي ألقاه يوم الثلاث اللي فات او الخطاب الاخير، ايش قال؟ قال بالحرف الواحد، قال السيد نصر الله بالحرف الواحد، بدكم توسعوا الحرب؟ احنا بنوسعها، ما عندنا مشكله، انتوا اللي كنتوا تقولوا بدناش نوسع هاي الحرب، لكن بدكم توسعوها؟ اهلا وسهلا، انه عندكم 100,000 نازح الان اسرائيلي، طيب خليهم مليونين وبنخليهم مليون، يعني بكل وضوح كان هذا الكلام صحيح؟ كان وضوح جدا وقبل هاي الصواريخ، هذا يعني انه سماحه السيد حسن نصر الله كان يعرف ما يخطط له الحزب، ما تخطط له الجناح العسكري للحزب، وفعلا كانت مقدمه وكانت تحذير. ويعني يعني انا شخصيا والله لم اتفاجأ بهذه الصواريخ، لاني حسب لما شفت الخطاب وتابعته توقعت شو رح يكون يليه. نعم، توقعت ولسه كمان اعتقد، ولا في خطاب بكره واعتقد بعده حيكون كمان، اذا ما بكره مخصص اكثر للامور الداخليه اللبنانيه يمكن المعقده اكثر، ما بعرف ايش ممكن نتوقع ما سيحدث من بعدها، ولكن كل الامور مرتبطه. هل ممكن القول ان الرد من اسرائيل لتستدرج الحزب اكثر، ولكن رد الحزب وكأن بالمناسب والمطلوب إلى حينه من دون تحديد الطريقة ولا التوقيت حتى؟ يا سيدتي، يعني هاي الصواريخ زي ما حكينا هاي فاتحة شهية، لسه هم بيقولوا بهددوا أنه إحنا سنعتدي على لبنان، لا، وأنه حزب الله لازم يروح بعد شمال نهر الليطاني، وقال السيد في خطابه لا والله أنه يجي النهر للحدود أسهل بكثير من أن تروح حزب الله لما بعد هذا النهر، وكانت هذه ملاحظة دقيقة جدا وقوية جدا في الخطاب. طيب الآن هاي الرسالة إيش بتقول؟ بدكم تضربوا لبنان؟ إحنا جاهزين، إحنا يعني إحنا عندنا 150,000 صاروخ، وهي معظمها صواريخ دقيقة وباليستية، فيعني بتحددونا بتضرب بيروت أو بتضرب الضاحية الجنوبية، طيب أهلا وسهلا، هاي ضربنا لكم صفد، واللي وأول مرة في التاريخ، في تاريخ الصراع
يعني من 75 سنة بيسقط صاروخ على صفد، يعني هذا اختيار دقيق جدا، انه هذه صفد كانت دائما آمنة، يعني طلعت صواريخ وصلت لتل أبيب، وصلت لحيفا، وصلت للقدس المحتلة، لكن صفد كانت دائما مدينة آمنة جدا. فهذا يعني اللي من اختار قصف صفد كان يعرف حجم الضرر وحجم الهلع اللي بده يصير في أوساط الإسرائيليين في حالة لو سقط صاروخ على هذه المدينة الآمنة، وهي بالمناسبة هي مسقط رأس الرئيس الفلسطيني محمود عباس. يعني إن شاء الله ما يزعل عليه. لا بدنا نسمع حسه بالأول بعدين منعلق. دكتور، فينا نشبك التطورات ببعضها؟ يعني الثلاثة كان في خطاب للسيد، الثلاثة كمان كان في اجتماع أمني رباعي عقد بمصر وفشل إذا فينا نقول. شفنا هذه الصواريخ مثل ما قلت من بعد 75 سنة على منطقة آمنة، شفنا الرد بجنوب لبنان. شو ممكن نستنتج؟ أنه المفاوضات دفنت، مفاوضات التقدم نحو التهدئة دفنت، وصرنا بمرحلة خطرة مشتعلة؟ نعم يا سيدتي، أولا عدة نقاط. النقطة الأولى والرئيسية أن الذي ذهب إلى القاهرة هو السيد خليل الحية وليس السيد إسماعيل هنيه. هذه نقطة مهمة جدا. من أي ناحية مهمة جدا؟ لنوضح للعالم. خليل الحية قريب جدا من السنوار في قطاع غزة. يعني هذه مسألة كثير كثير مهمة. الأمر الثاني أنه هو يميل أكثر إلى الجناح المتشدد داخل حركة حماس. وهذا التعليمات كانت واضحة جدا أنه إحنا لن نتنازل مطلقا كحركة حماس وكحركات مقاومة الجهاد الإسلامي، لن نتنازل عن الشرطين الأساسيين. الشرط الأول هو وقت كامل لإطلاق النار، والشرط ودائم، يعني كامل ودائم. الأمر الثاني هو انسحاب جميع القوات الإسرائيلية من قطاع غزة، بعد ذلك نتفاوض على القضايا الأخرى اللي هي التبادل الأسرى، اللي هو إعادة الإعمار، كل القضايا الأخرى بتيجي بعد هيك. فهذا هو الرسالة. عشان هيك انهار اتفاق أو اجتماع القاهرة. اجتماع القاهرة كان استكمال لاجتماع باريس لرؤساء المخابرات. أجل رؤساء المخابرات صحيح. اعتقدوا أنه حماس يعني ستسارع وتقدم تنازلات. لا، حماس لم تسارع على الإطلاق، وكانوا بيعتقدوا نتنياهو أنه بالتهديد باجتياح رفح هذه الحالة أنه حماس تخاف وترتعب وتقول طب لا ملاش تقصفوا رفح، لا احنا مستعدين نقدم تنازلات. ما حصلت هذه الخدعة، لم تنطلي مطلقا على قيادة حماس في قطاع غزة، ولهذا انفض الاجتماع دون التوصل الى اي اتفاق. والان هم في حيس بيس، مش عارفين ايش بدهم يعملوا. صاروا يحكوا الان عن والله بدنا حكومة تكنوقراط لغزة والضفة، والله بدنا اصلاحات، والله بدنا بنعمل بناء الدولة الفلسطينية وبعدين تيجي الدولة. كذابين، ولا بدهم دولة فلسطينية ولا بدهم شيء، بدهم انقاذ اسرائيل. يا ست نتالي، حتى هذه اللحظة لم يتلفظ اللي هو بايدن بكلمة وقف إطلاق النار أبدا. صحيح. حتى الآن يؤيد المجازر الإسرائيلية في قطاع غزة. وشو قصة المسار بمطالبة العودة لمسألة حل الدولتين والمسار التسوية الشامل اللي يحكى عنه، وأنه الانطلاق للحل من التسوية بغزة؟ يا سيدتي كله كذب. يعني خلينا كذب؟ نرجع طبعا وتضليل. خلينا نرجع يعني ما هو بقول لك، يعني اللي بعيد المجرب عقله مخرب. يعني بمعنى طب ما احنا جربنا، يعني عام 2004 لما كانت الانتفاضه المسلحه في الضفه الغربيه وكانت ناجحه جدا 4 سنوات من عام 2000 لعام 2004، واسرائيل كانت في حاله يرثى لها، يعني اصعب من الحاله اللي كانت الان. طلعوا ضحكوا علينا، قالوا والله لا نعمل لجنة رباعية ونعمل انه خريطة طريق للوصول الى الدولة الفلسطينية، ولكم علينا يا فلسطينيين بس سنتين، اعطونا سنتين واحنا نعمل لكم دولة. وجابوا سلام فياض، الدكتور سلام فياض من البنك الدولي، وقالوا له تفضل رئيس وزراء، فرضوه على محمود عباس كرئيس وزراء على اساس انه يعمل اللي هي البنى التحتية للدولة الفلسطينية. واذكر انه في نفس الفترة اوباما قال بانه احنا
خلص يعني احنا الاجتماع القادم للجمعيه العامه للامم المتحده ستكون اسرائيل ستكون فلسطين عضو فيها وفي دوله فلسطينيه مستقله. ولا شيء، سكتوا الانتفاضه، نزعوا سلاح الانتفاضه، ولم يحصل شيء على الاطلاق. يعني هاي هي الحقيقه اللي احنا لازم احنا نسلم فيها. هذول يعني استمرت الحرب يعني بعد وفاة حتى ياسر عرفات على أمل أنهم يعملوا دولة مع الآن نفس السيناريو بيطبقوا أنه في دولة فلسطينية مستقلة. يعني ما تكون ذاكرتنا ضعيفة واللي جربناه مع الإسرائيلي ومع كل دول الغرب والوعود وحل الدولتين منه طرح جديد، تكرار هذه المعزوفة مش يعني تصدق الأطراف. ولكن هل هذا سيمنع الدخول بحرب شاملة؟ يعني إلى متى ستبقى إيران تلزم بين مزدوجين حزب الله بعدم الدخول أكثر في هذه الحرب وتوسيعها؟ يا سيدتي، يعني إيران تدير المشهد بشكل دقيق جدا وذكي جدا. يعني إيران هي ضحكت على بايدن، يعني ضحكت عليه بمعنى قال لها ما توسعوش الحرب، قالت له حاضر ما بنوسع الحرب، بس ما عملتش يعني توسيع للحرب في حينها، لا، اللي هو النفس الطويل. يعني الإيرانيين عندهم نفس طويل وعندهم ضبط نفس غير عادي، بمعنى أنه قالوا لي اللي هم حلفائهم في جنوب لبنان، والله يا أخي بلاش الصواريخ الدقيقة، لا خلينا نتسلم معاهم صواريخ اللي هي الكاتيوشا، بلاش وخلينا بلاش نتعمق نضرب تل أبيب وحيفا، خلينا على كريات شمونة في المرحلة الحالية. وقالوا حكوا لي حلفائهم في اليمن اتفضلوا صواريخكم، عندكم صواريخ مداها 2200 كيلومتر، اضربوا لنا إيلات يعني تصدوا لكل السفن الإسرائيلية أولا، بعدين السفن اللي تحمل بضائع لإسرائيل، وبعدين السفن الحربية الإسرائيلية الأمريكية، السفن الحربية الإسرائيلية. يا ست نتالي بدي أسألك سؤال. نعم. يعني لو سمحتي لي، أنت المفروض اللي تسألي، بس أنا اللي بدي أسأل. نقلب الأدوار، ولا يهمك دكتور، تفضل. يا سيدتي، أنت يعني ما شاء الله صغيرة، بس أنا يمكن أكبر منك بشوي بكثير. يا ستي نعطيك كريدي، مش مشكلة. يا ستي هاي دخيلك. يا سيدتي وريني على مدى 75 سنة 100 سنة في دولة في العالم قصفت سفينة حربية أمريكية، وريني، سمي لي دولة إنه أطلقت صاروخ على سفينة حربية أمريكية، حتى بما في ذلك روسيا والصين الدول العظمى. لم يفعل ذلك إلا أشقائنا في اليمن. هؤلاء الرجال هم اللي ضربوا السفن الأمريكية وما خافوا، قلوا أهلا وسهلا، يا سيدي احرقوا صنعاء كلها، فداء فلسطين، فداء غزة، احنا مستعدين.